بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات قناة دقيقتين كهرباء. احنا النهاردة هنشرح مع بعض اوتوماتيك بتاع المواتير المية اللي في البيت. ده الاوتوماتيك اهوت، هنشرحه ونشرح ازاي تظبطه بشرح بسيط خالص لأي حد في البيت يعرف يتعامل معاه. الشرح هيكون بيقدمه المهندس جمال عادل صاحب قناة بالعربي اتكس. هتلاقوا لينك القناة في الوصف بتاع الفيديو. هي قناة برضو تخصصية في مجال الكهرباء، أنصحكم إن أنتوا تشتركوا فيها. ماشي معانا المهندس جمال، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشكرين يا باشمهندس على الاستضافة الحلوة دي. دايما الناس بتواجه مشاكل كتير قوي في توصيل وضبط ماتور المية، فأنا إن شاء الله أشرح لكم الموضوع بكل بساطة. هو ماتور الأوتوماتيك بيبقى ليه كفر كده، لو فاكرها هتلاقيه جزئين، جزء كهربي وجزء ميكانيكي. الجزء الكهربي بسيط بكل بساطة، الريشة البيضة دي بتتحرك فوق وتحت وشايلة نقطة التلامس. نقطة التلامس زي ما احنا قلنا المهندس إبراهيم قال لكم قبل كده، في منها نقطة التلامس الثابتة ودي نقطة التلامس المتحركة. طب واضح جدا ان الحديدة دي او اللينك بار ده لما بينزل بيوصل الده بده ويوصل ده بده. فانت يعني اي واحد حتى ملوش في الكهرباء ولا اي حاجة، لما يجي يوصله عشان يشغل موتور البيت عنده هيوصل الكهرباء هنا والبارد هنا او النيوترال الارضي حسب ما تسموه، يعني هنا كهرباء وهنا الايه الفردة التانية الفردة كانت بتاع الكهرباء، يعني الحي وهنا البارد، هنا اللايف وهنا النيوترال، أيا كان شو المسمى. بتسموه ايه يعني حسب ما بتسموه كل واحد ايه مسمية. والطرفين التانيين اللي هما ايه الطرفين الرايحين للموتور. فأوقات بيحصل ان الكونتاكت ده بيبوظ، فرضا جدلا عندك واحد من دول باظ، ده مثلا باظ، خلاص ارميه كله؟ لا، انا هعمل افك المسمار ده واربط السلكتين على بعض ويبقى الموتور يشتغل ويوصل على ناحية واحدة. يا باشمهندس، انا حضرتك تقصد ان الكونتاكت ده كله باظ، ما عادش شغال اللينك ده كويس. وقع، السوستة دي باظت، حصل شورت، الحل بيبقى ايه بقى؟ ان احنا نعمل ايه؟ انك بتوصل سلكتين على بعض على مسمار مباشر واحد، على طول، اوصل دي بدي على طول مباشر. دي تمام بدي او دي على دي اللي متاح ليك يعني، تمام ويبقى الفصل والتوصيل على النقطة التانية. تمام ده الجزء الكهربي. الجزء الميكانيكي هو طبعا بياخد ضغط، بيحس ضغط المية من هنا. لو خدتوا بالكم هنا في جوان كاوتش رقيق، ده الراق او الدايفرام اللي بياخد الحس بتاع الضغط ويترجمه للحركة الميكانيكية. انا محتاج مثلا انا لما افتح الحنفية ان الموتور يشتغل ويرفع لي ضغط المية في الشبكة عندي. طيب بطلت استهلاك مية، هيفضل الموتور شغال؟ لا، انا عايزه لما الضغط يوصل لحد معين في الشبكة، ضغط يعلى يعلى ويوصل لحد معين في الشبكة، يحصل ايه الاوتوماتيك سويتش ده يروح ايه يفتح الدايرة. فبالتالي عندي نقطتين عايز اظبطهم، نقطة لما الضغط يقل عنها الموتور يبدأ يشتغل، ونقطة لما الضغط يعلى يوصل لضغط معين في الشبكة الموتور يبدأ ايه يبطل. وده طريقة ان احنا نظبط المسمارين دول، الصامولتين دول نقدر نربطهم ودول يغيروا قيمة التحكم. قبل ما ندخل في ضبط المسمارين، بالنسبة لكلمة الضغط تقصد بقى يا باشمهندس اللي هو قوة المية في ضغط الحنفية. المية في الخط يعني. تمام قوة المية في الحنفية، لما يعني تفتح الحنفية تلاقي المية طالعة منها بقوة كده، يبقى دي كده نقول ضغط شديد. لما تلاقي المية نازلة منها بمعدل منخفض أو كمية قليلة، ما انك فاتح الحنفية على الآخر، فكده نقول إن الضغط في الشبكة ضغط قليل. احنا عملية الضبط بقى بنظبطهم ازاي؟ يعني مين فيهم بيتحكم في الضغط العالي ومين فيهم بيتحكم في الضغط الواطي؟ احنا قلنا انا عايز دلوقتي مثلا وضع ان هو ايه مقفول، يبقى الموتور المفروض انه شغال، هيفضل يرفع 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 ضغط لحد مثلا عايز 80 بي اس اي مثلا، يعني هنوريكم الكلام ده في العمل يعني. طيب انا عايزه كده الضغط عالي، انا عايزه يفصل على حاجه منخفضه شويه، يبقى اهوي المسمار ده. يبقى الموتور يفصل امتى؟ اللي بيعتمد عليه ايه المسمار الصغير ده. ربطته كل مثلا لو قلنا ان هو بيفصل عن 80، افكه شويه هيفصل عند مثلا 75، افكه اكتر هيفصل عند 70.
طيب هو عايز الضغط يبقى اعلى عندي في الشبكة، اربط عليه اكتر. ده مثلا يعني احنا نشتغل على العملي ونوريكم. طيب الضغط فضل يقل يقل يقل، انا عايزه مثلا لما الضغط يوصل لحد 20 PSI يبدأ الموتور ايه يشتغل تاني. يعني الضغط عالي لحد 80، راح ده ايه فتح، انا فتحت المايه وبتوضى مثلا، بدأت استهلك المايه في الشبكه والضغط ايه بدأ يقل. هيقل لحد ما يوصل لصفر والمايه تقطع خالص؟ طبعا لا، مش عايزين كده. في واحد مثلا يقول لك ايه، انا عايزه مثلا لحد ما الشبكه توصل ضغط المايه فيها لحد 20 PSI يبدأ ده ايه يوصل ويشغل لي الموتور. طيب هظبط بقى ال20 ازاي؟ عن طريق المسمار الكبير، اربط عليه القيمه تعلى. يعني لا، انا عايزه يشتغل عند 30، انا عايزه يشتغل عند 10، عايز يشتغل عند 30 اربط عليه، عايز يشتغل عند 10 اهوي، وهكذا. طبعا ده يبان معانا في العمل ان شاء الله. طبعا نوضح برضو في البيت، هو هيعرفوا ازاي قيمة الضغط دي بقى؟ في اصلا بيجي مع الاوتوماتيك ده بيجي مؤشر ضغط صغير كده قد ساعة الايد، تمام. انت هتشتغل على المؤشر ده. ممكن بعض الناس يسأل يعني ايه القيمة المظبوطة اللي انا مفترض اظبط عليها الضغط؟ هنا بقى مشكلته ان هو زي ما قلت راي اند ايرور، بالمحاولة والخطأ تمام، تقدر تظبط يعني وتفتح انا ميه وتقفل ميه اجرب لحد ما لحد ما اشوف انا مرتاح عند القيمة ديت القيمة فصل والقيمة يعني دي مثلا توصل. واحد بيته في الدور التالت مش زي واحد بيته في الدور العاشر. اكيد طبعا. ده بيعوز ضغط وده بيعوز ضغط تاني، فهو تربط وايه ويكون في حد معاك في البيت يتابع معاك، يفتح الحنفية واحد بيفتح حنفية يسرب الضغط في الشبكة لحد ما ايه وواحد تاني نوصل بيربط. لايه للضغط المناسب. طب هنطلع دلوقتي على العملي وربنا ان شاء الله ييسر وتفهموا معانا. يلا بينا على عملي. احنا كده وصلنا خط هوا هنا، احنا شغالين بهوا ونظام نيوماتيك هنا. وصلنا خط هوا هنا مكان المية، انما في البيت عندك هتوصل هنا مية، وهنا عندي مؤشر ضغط من تدريجه من زيرو لحد 200 بالبي اس اي، وعندي هنا ريجليتور محبس اتحكم فيه كمية الضغط اللي انا مسلطه على ال السويتش. نوريكم دلوقتي لو تلاحظوا ان ايه الكونتاكت في وضع الايه، وضع انه مقفول. تمام، انا دلوقتي هنرفع الضغط، عايز اشوف الموتور دلوقتي شغال وبيرفع الضغط في الشبكة. انا نرفع الضغط لحد ما ايه ده يفتح كده الموتور، مفترض ان هو شغال كده، الموتور شغال، ما يجيب ميه دي في مقفوله المواسير، وبيرفع ضغط، هيضغط ميه في المواسير. انا دلوقتي هحاكي ان الضغط بيترفع، هات بقى الابره هنا عشان كده ضغط الميه بيتنزل بيترفع، الموتور بيضغط والضغط بيترفع في المواسير. طيب ايوه تمام كده، شفته كده الايه الموتور رفع ضغط الميه، والموتور وكده ايه الشبكه اكتفت بهذا الضغط عند 80 بي اس اي، عند 80 بي اس اي الشبكه اكتفت بهذا الضغط، فهي راحت ايه فاتحه بتاع. طب نيجي نعمل محاكاه بقى، واحد يفتح بيستحمى بيتوضى بتاع، الضغط قل في الشبكه، الضغط وصل هنا كام؟ 20، فهيفضل الموتور ايه لقط لحد ما ايه يرفع الضغط مره ثانيه. طب هو فصل عند كام؟ احنا ما خدناش بالنا، هنرفع تاني لحد ما نوصل ل 80. هوب شفته فصل عند 85، فصل. نبدأ بقى ايه ننزل بالضغط واحدة واحدة كده، كده الموتور كده الموتور مكسور كده مش الموتور مش شغال، شغال، واحنا فلما بنستهلك تيجي من الميه تستهلك المايه فطبعا الضغط هيحصل له ايه في الشبكة هيقل. هيقل. تقريبا عند 48 PSI حصل ايه للموتور، الموتور رجع اشتغل تاني كده، المفروض ان نقطة التلامس قفلت، الموتور هيشتغل هيرفع الضغط الشبكة لحد ما نوصل لحد ايه 85، يروح ايه فاتح نقطة ايه التلامس. طيب يبقى انا عندي لو نلاحظ بقى عندي نقطتين، نقطة هاي ونقطة لو عند 85 وعند 48 تقريبا.
تعال. لما ضغط الموتور يوصل لحد 85 الموتور هيبدأ ايه زي ما انتم شايفين الاوتوماتيك بتاعه يفتح، ولما يوصل ضغط لحد 50 او يقل عنه هيبدأ ايه يقفل والموتور يشتغل. انا كان بيفصل عند كام؟ 50 تقريبا. 50 تقريبا. عايزين نزودها ولا نقللها؟ انا عايزه يفصل عند 30 مثلا او اقل. عايز اقل بالقيمه اعمل ايه؟ افك الصاموله دي شويه. افك المسمار الطويل. وطبعا الموضوع كله تجربه. لا طبعا مع التجربه والخطا فانت عينك، يعني مش هقول لك كذا لفه مثلا. لا مستحيل تظبطها كده. مفيش كلام. انت عينك مع مؤشر الضغط، وفي حد يكون معاك في البيت، افتح حنفيه اقفل حنفيه لحد ايه ما نظبطها. بس لما تبقى فاهم الفلسفه بتبقى الدنيا سهله معاك شويه. طب احنا دلوقتي فكينا المسمار شويه، هنبدا بقى ايه نسرب ضغط الشبكه. كان في حد دلوقتي بيستهلك ميه، كان بيفصل عند كام؟ 50. عند 50 ادي 48 47 45 وصلنا ل 40 تقريبا 39 39. يبقى مين بقى اللي بيتحكم في ان الموتور هيبدا يشتغل امتى؟ المسمار الكبير. المسمار الكبير. طيب عايزين نغير بقى القيمة العالية بقى. طيب عايزه يزيد عن ال 80 اللي هو كان بيفصل عندها اول 85. يزيد. ممكن نربط، يبقى نتحكم بالمسمار الصغير. المسمار الصغير نربطه كده، نضغط عليه يزيد القيمه بتاعته. كل ما نضغط عليه يزيد القيمه بتاعته. هو كان كام؟ فصل عند كام؟ كان 80 85. لا المره بعد ما عدلنا. تعال نشوف كده الاول. نشوف كده يفصل عند كام. هنرفع الضغط نشوف لحد ما يوصل لكام. كده 90. 90. تمام. طيب احنا ربطنا المسمار، نهرب الضغط كده. بقت القرايات الجديده معانا على حسب التظبيطات الجديده احنا عملناها كام؟ عند 90 و40. بين 90 وبين 40. طيب انا عايزه يفصل عند 50، يبقى اعمل ايه؟ عند 50 يبدا يشتغل تاني. انا هتحكم بقى بالمسمار اللي هو الكبير. ايوه الله يفتح عليك. طيب نرفع الضغط. دلوقتي احنا وصلنا عند 90، الايه الاوتوماتيك فتح، ادي القرايات الجديده. نوصل عند 40، اول ما الشبكه ضغطها يوصل لحد 40 هيحصل ايه؟ الموتور يبدا يشتغل تاني عشان يبدا يعوض الضغط المفقود في الشبكه. طيب انت عايز بقى تغير مين، ال 40 ولا ال 90؟ نخلي ال 40 مثلا 50، ازود. نخلي ال 40 50، بحيث يشتغل عند ضغط اعلى. ضغط شويه، ضغط اعلى شويه. يبقى نربط ده كام لفه بقى وكده، احنا بنعملها بايه؟ بالتجربه. بالتراي اند ايرور، بالتجربه. هو طبعا بيتظبط في البيت مره واحده فقط اول ما تشتريه، ويتظبط حالك عليه وخلاص، مش كل شويه تتحكم تلعب فيه يعني. احنا كده ربطنا عليه لفتين كده تقريبا، عند ال 90 هيفصل. طبعا زي هتعلم يعني فوق ال 90 بشرطتين. الضغط لما يقل وصلنا لكام؟ هيفصل عند كام؟ يبقى عايزين نربط عليه كمان شوية عشان نوصل لخمسين. عايزين نربط حبة حلوين بقى. شوف كده. يبقى فوق التسعين شوية. وصلنا عند 100. لا احنا عايزين نقلل الضغط شويه. نقلل بقى، كان بيفصل عند 90 بقى عند 100. انا عايز انزل بالقرايه تحت، اعمل ايه؟ اتحكم بالصغير. اعمل فيه ايه؟ اربطه ولا افكه؟ لا نفكه بقى. افكه ولا يفتح عليه؟ طيب هو دلوقتي وصلنا لحد 100 ومش عايز يفتح. نفكه كده شويه نجرب. هو ده عيبه بقى، محاوله وخطا، محاوله وخطا. تمام يعني حوالي 95. نجرب تاني. هيوصل كده عند كام؟ هيوصل عند كام؟ هيوصل عند كام؟ احنا كنا عايزين 50. تمام. كده ضغط ايه منخفض، الكونتاكات ايه وضعناها مقفوله، الموتور كده يفضل شغال. هيرفع ضغط لحد كام؟ نتابع الابره.
حصل عند 95. طيب بدأت أنا أفتح الحنفية واستهلك مية والضغط في الشبكة يقل. هيفصل عند كام؟ نتابع كده الإبرة. عند 50 بالظبط. عند 50 بالظبط راح موصل وبدأ إيه؟ الضغط في الشبكة. المفروض إنه إيه؟ دلوقتي وضع إنه مقفول، المفروض وضع في الشبكة إن الضغط يعلى دلوقتي. فخلصت الاول انا عندي نقطتين، نقطه عندها الكونتاكت ده يقفل فيبدا الموتور يشتغل يرفع لي ضغط الشبكه لحد ما نوصل لنقطه معينه، ساعتها الايه الايه الكونتاكت هيفتح، يبقى عندي هاي وعندي لو، او عندي الضغط العالي وضغط المنخفض. الضغط العالي مين يتحكم لي فيه؟ المسمار الصغير. المسمار الصغير. الضغط المنخفض مين يتحكم لي فيه؟ المسمار الكبير. في المسمار الكبير. اظن كده ايه عملنا عملي ونظري. فيعني ده الموضوع بسيط خالص اهوت، اي حد ممكن يتعامل في البيت العمليه بالتجربه والخبرة. اه بس اللي هيشتغل يربط هنا ياخد باله ان في هنا ايه كهرباء يعني يعني هنا جزء حي ومكشوف، لو يجيب مثلا شكرتون ويلزقه كده او حاجه كده، او يبقى حريص وهو شغال ايده تبقى من فوق ما يمدش ايده هنا. هنا لو واحد ما هوش بروفيشنال او متخصص في الكهرباء ما ايه ما يمدش ايده هنا، عشان هنا ايه زي ما قلنا الكهرباء هنا. على الاقل خالص يعني لو هتجيب حد يعمله لك هتبقى فاهم هو بيعمل ازاي. تبقى فاهم فلسفه التشغيل. ايه بحيث انت هتشتغل انت وكده غطي دي، وخد بالك ما تتخضش يعني اثناء ما دي ما بتفتح وتقفل هتلاقي شراره فطت هنا في وشك. انا مش عايزك ايه تتخض يعني، لو انت واقف على سلم ولا حاجه وتلاقي البتاع ده فتح في وشك وشراره فطت طبيعي. طب ممكن تتخض ولا حاجه. موضوع الشراره ده طبيعي جدا، ما حدش يتخض. فلو حد هيشتغل ومش متخصص يعني خلي ايدك من فوق ما تمدش ايدك هنا، هنا في كهرباء. برضه عايز تامن نفسك بزياده ايه حط طبقه من الشكرتون هنا ولا حاجه بحيث انك ايه تعزله كويس، تعزل الحته دي، ولما يفتح ويقفل هيطلع شراره وما تتخضش. ده كان الفيديو البسيط بتاع النهارده، حبينا نبسط المعلومه قدر الامكان لان المقصد منه الناس اللي هي في البيوت اللي هي مش متخصصه بالدرجه الاولى يعني. واحنا دلوقتي في كورونا بقى مش عايزين حد يخش البيت عندنا ولا ايه نطلب حد يجي لنا البيت. ربنا يعافي الازمه دي على خير ان شاء الله والبلاد المسلمين كلهم يا رب. شكرا للمهندس جمال عادل، والسلام عليكم ورحمه الله.